هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث اكتسحت الآلة الحديثة البناء العمران، وغاب دور الإنسان بشكل كبير في بناء المدن، مما جعل هناك حاجة ماسة لأنسنة المدن. ميزة أن يقام في المدينة المنورة هو أن سمو الأمير فيصل بن سلمان رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة سبق هذا المؤتمر بخطوات عملية، فتحولت القيم النظرية لأنسنة المدن إلى حقائق واقعية معاشة في المدينة المنورة، فنجدها في جادة قباء وفي منطقة سيد الشهداء. كل هذه تعد واجهات حضارية مهمة جدا يفد إليها، مرتبطة بمليار ونصف إنسان على وجه الأرض. اليوم شرفت بتقديم ورقة بعنوان أنسنة المدن في تاريخ المدينة. هذا المصطلح أنسنة المدن الذي يضيق ويتسع حول مفهوم واحد، وهو أن تكون المدن بيئة صديقة للإنسان وأن يسعد الإنسان فيها، من خلال استقراء تاريخي للمدينة المنورة. هي أحد المدن العالمية المغلقة في القدم، لكل مدينة عمر، لكن المدينة المنورة امتازت كغيرها في بعض مدن العالم أنها مرتبطة باستيطان البشر الأول على الأرض.